على مر التاريخ كانت المدن المحرك الأساسي لتطور البشرية ونشر المعرفة وجذب أبرز المواهب والعقول، ونجاح الدول يقاس بنجاح مدن عافس على المستوى العالمي في اقتصادها وجذبها للمواهب وجودة الحياة فيها. والحديث عن مستقبل المدن يرتبط دائماً بمدينة دبي، لأن الكثير من مدن العالم ينظرون لدبي اليوم بأنها مدينة من المستقبل، لأن المستقبل ليس وجهة نصل إليها، المستقبل سيبقى دائماً أمامنا.